شلون زين؟ شلون عافيتك؟ مبارك. شلون زين؟ كبران. شلون زين؟ بشتغل استاذ. شلون بعد قلبي؟ شلونك؟ بعدك تشتغل بالباروكات؟ بعدني وجاي ناشد هواي على مدى معاناة أحد سوى له أي حل. مال من زمان؟ أي والله ما معوقين. إيه؟ يعني والله ناشديت بما بيه كفاية مليت هسه حتى عالم جاي أسوي بإنستغرام بلاي. علي إذا أحد ينظر الحال تمح. أنا معراقي أنا مدة زينك ورفعنا تقارير كل شيء ماكو رحت هناك يقول يقولوا له اللجنة رجعتني سويت أنا تقارير طلعت 60% نسبة العجز ماتي زين رحت للجنة هاي يقول لي لا والله فشل شلون تمشي على حيلك يعني واقف هاي شو واقف هاي غير تقرير هذا تقرير وفحصان وفحوصات تالي تالا عفوا يقول لي هاي فشل نسبة العجز ماتي يعني لا الغول أي الغول اعتراف بالفحص اي والقراني كانوا ما ذاب عليها 500,000 بالمعاملة كل شيء ممكن انت بعدك هناك منطقتكم شو اسمها بالرشاد بالرشاد شنو وضعها والله بعد تعبان مو جو بلطه وبكتها كل شيء ما بلطه بس الشارع العام والمناطق عفوا اي استاذ انا هسه راح اسولف راح اسولف وياك على وضعك شغلك بعده هيك جاي بالمتنبي ماشي شغل اي والله الحمد لله وياه وياه شو تسوي هسه شنو استاذ بعد شو سوى ناشد هاي العالم خير بعد المسؤولين كل شيء ما استوت منهم يعني ناشد ما حيسوي الأحل أنا ناشد هاي العالم خير أن تنظر لحالتي يعني أنا هم من شاب عراق ولا عندي مسؤولية عندي عيال يعني عندي أهلي أنا معيشهم والله العظيم على هاي وهم يا ريت معيشهم على العلاجات جاذب بالفلوس يعني بالشهر 250 والله بس العلاج يعني هاي العلبة الوحدة 125 صحتهم يا مرض مرض هذا السكر ولا الغدة الدرقية الحجية؟ اي حجية والدتي وبيتي. والله تصرف عني؟ انا جاي اصرف عليهم، يعني يصرف العلاج، لهم مصرف البيت. والله تعبت بالقران الكريم جزعت. من خلال سجاد، طبعا سجاد على راسي، سجاد من اهل الخير اللي يشتغل ويسعى وانا اعرفه من زمان. واللي جايب هاي الباروكات. ايوه. اعرفك. والناس هم تعرفك، تسابقا طالع وياي وحاكي، فسجاد لاهل الخير. اي والله. انا اقول لاهل الخير. وأهل الخير ما يقصرون قبل كم يوم ناشدت بأحد الأخوة راد يعرس وراد غرفة نوم الحمد لله أهل الخير تبرعوا له بغرفة نوم إن شاء الله لو باكر له عقبة راح توصل له للبيت فسجاد سجاد يريد مصدر رزق يريد واحد يعينه يريد واحد يساعده أهل الخير هواي أكو عندنا تجار بالشورجة عندنا تجار هسه يقول أنا مليت أناشد السياسيين ما حد يلتفت لي برلمانيين ما حد يلتفت فالناشد الناس الخير عسى ولعل دفعت بلا عنك وعن اهلك وعن اطفالك فاللي يقدر يساعد سجاد بتليفونه يمي استاذ علي وانا اكون ممنون منه جدا انتقادات مال العالم بس بدي احاكيهم يعني انتم يتنمرون عليك؟ يتنمرون علي ليش؟ يعني انا غير مصدر رزق عليهم هاي يقول لي شو ما ايش بيعها يقول لي ليش عم ليش تتنمرون علي؟ يعني انا هذا رزقي والله العظيم لو مو رزق علي والله العظيم ما البسه ومتحمل الاهانه والغلط من وراء السالفه هذا باب رزقك يعني أيوة. لابسه حتى تسوي دعايه دعايه وبيعا الله يرزقك سجاد يا بعد قلب السام فدوان عمرك وانا مشتاق لك والله انا والله مشتاق لك انا اكثر بالقران ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا شو اسمه اشوف بك اهل الخير يقدرون وهذا أيوة. هذا الفيديو شبابنا بال بالترويج اي بالترويج الفيسبوك تحياتنا لكم اتمنى انه تنزلون هذا الفيديو حتى المقطع عفوا حتى الناس تتفاعل وياه والله العظيم تعبت انت ذن منين تشتري؟ انا من الشورج منه عاد يحسبوك اياهم بسعر زين مناسب لا والله غالي سعر قطعه جاي يجيبوا لي اياها ب30 اخر درز الدرز يطلع ب36 وابيعها الوحده ب5 ب4 وباليوم تبيع شو اسوي؟ اي والله ياخذون مني امشي سلامنا للحجيه يا بعد قلبي ولبيبيتك فدوة قلبك وراح نشوف بلكي يقدرون يساعدوك موضوع العلاج هسه الله يسلمك سلام ايوه سجاد اخذ تليفونه خاف من غير ايوه اخذه فدوة عمرك استاذ